والنهارده زي ما عودناكم في فقرتنا فقره هموم الشارع، في مشكله مزارع هو في قريه راجي عنده مشكله هنسمعها معاكم دلوقتي. هو عنده 65 سنه، اشتغل منهم 50 سنه مزارع، لكن الحقيقه عنده مشكله بعت لنا علشان نسمع هذه المشكله. اشوفها مع حضراتكم في التقرير ونرجع تاني. على الجهة الشرقية لعزبة راجي في محافظة بني سويف يعيش عم محمود بين غيطان، نشأ وتربى على زراعتها منذ نعومة أظافره. قضيت عمري كله في الزراعة من وأنا طفل لحد ما كملت 50 سنة. ما اتولدت ما اشتغلتش أي حاجة غير مزارع، ولا رحت مدرسة ولا رحت كتاب ولا أي حاجة. أزرع قمح، ذرة، بصل، طماطم. راح الدش وإحنا معانا 3 عيال، وكنا شقيانين والله. بعد ما مشي وبقينا نقبض حاجات بسيطة، ممكن أقول لك كانوا بيقبضوني 7 جنيه. كنت بقى عندي بقرة وكنت مأجر لها أرض، 5 جراريد بوكرهم فيها. أنا فلاحة وبقوم مع أولادي وأساعد مع عمي محمود. كان عندنا أرض وكنا واخدينها من أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وقعدت معانا كم و30 سنة زارعينها، وكانت إصلاح زراعي بس كانت حرصات. جه قانون الملك والمستأجر طردنا طبعا منها، بس ظلمونا بحكاية وعدنهم الأرض منا. من ساعتها وأنا بقى كنت بشتغل يوميات، مرة ب10 ومرة ب15 ومرة ب20 لغاية ما وصلت 60 اليومية، ودلوقتي ما بقدرش أروح أشتغل ولا بشتغل. ما يقرب من 50 عاما أتمها عم محمود يجمع محاصيلا زراعية غرست بيده، كان أهمها محصول القطن المصري الذي اندثرت زراعته مؤخرا. كان متوسط التيل اللي كانوا بيجيبوه لنا، متوسط التيل، وفضل لما ما كانش بيجيب محصول خالص. يعني أنا في سنة كنت زارع فدانين وتلت، جه مدير الجمعية عينهم ب8 جنطير، جيت أنا جمعتهم وجابوا 4 جنطير. بنسدد مثلا من عجلة، من بيحة نسدين القسط اللي هو الكماوي والتجاوي والرش بتاع القطن والكلام ده، ما كفاش، بعت بقرتين وقعد إيجار المالك بقى. كانت أرض بالإيجار، احنا هنعمل ده، احنا كتر خير الدنيا اللي احنا كنا ماشيين نفسنا. عايزين نعيش زي بقية الناس، عايزين من عند ربنا. ظروف معايا ما بقدرش اشتغل دلوقتي، لا اقدر اروح مصر ولا اقدر اشتغل ولا اي حاجه. رحت التامينات عشان اعمل المعاش بتاع التامين ده، قال لي ده انت بطاقتك بدون عمل. قلت له كيف بدون عمل؟ قال لي هي بدون عمل بتوقفك 10 سنين عن القبض. قالوا لي مالكش قبض. طب انت عندك ملك؟ لو عندك ملك كنت قبضت. قلت لهم ما عنديش الا فضل ربنا، ولا ملك ولا ايجار. طيب لو بتقبض من اي مصدر كنت قبضت؟ قلت له والله بقبض من اي مكان. ما بتقبضش شؤون؟ قلت له لا والله. الحاج محمود سالم البالغ من العمر 65 عاما، قضى 50 عاما منهم مزارعا بين غيطان قرية راجي الشرقية بمحافظة بني سويف، واليوم وبعد أن أطعم كثير من المصريين من عمل يده لا يجد قوت يومه هو وأسرته، فهل ينظر له بعين الرأفة؟ عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.